السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقدم لكم تطبيق للقرآن الكريم، تطبيق تقدر تقرأ القرآن الكريم منه أو تسمع القرآن الكريم منه، ماشي؟ وفي مميزات تانية هنقولها دلوقتي. مبدئيا كده هو تطبيق الأندرويد، هتيجي كده تدخل على متجر بلاي وتكتب جامعة القرآن، هتلاقيه ظهر لك، دوس عليه. طبعا ايه، نزله، انا منزله، فانت هدوس فتح. تمام، هو بيقول لك هنا انت ممكن تعمل حساب عادي، ولو انا مش عامل حساب فانا ممكن اسجل بايميل جوجل عادي خالص. هدوس جوجل، بيسجل اهو. تمام، دخل جاب لك سورة الفاتحة. طبعا انت تقدر من هنا تختار الجزء اللي انت عايز تقرأ منه، او تختار الصفحة لو انت عارف صفحة معينة، او تختار السورة. تقدر تنزل الفاتحة، البقرة، قرأ، آل عمران، النساء، وهكذا لحد سورة الناس. تقدر تيجي كده هتلاقي في الشيخ اللي انت عايز تختار صوته. فانت مثلا، انا بحب الصوت مثلا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، فهدوس عليه كده. وبعد كده هاجي هدوس تنزيل، هيقول لي تنزل الملف الصوتي للترجمة والتفسير. ممكن انزل ملف الصوت للترجمة والتفسير، ممكن انزل الصوت نفسه، او تنزيل المصحف العثماني، وفي كذا حاجة تانية، وفي حاجات لسه مضافتش على التطبيق. تقدر تيجي كده تدوس على التجويد، في كذا فيديو، ربنا يكرمهم اللي منزل الفيديوهات دي على اليوتيوب. هتلاقي فيه فيديوهات تقدر تعلمك احكام التجويد، حاجات نزلت وحاجات لسه هتنزل، ربنا يبارك لهم. تقدر تيجي الاعدادات، عندك الاعدادات ممكن تعمل لون الصفحة، تغير لون الصفحة، احنا بنفضل الابيض. عندك الاعدادات تقدر طبعا ملفك الشخصي، بيديك ملفك الشخصي هنا، اسمك واللي انت عامله بالظبط. وبتيجي طبعا بيقدم لك خدمة كويسة جدا، لو انت جيت دوست مساعدة بيبدأ يقول لك ازاي البرنامج بتعمل فيه ايه، كيف تصفح القرآن، كيف تستمع لمقرؤك المفضل، كيف تفهم القرآن، كيف تدرس القرآن. تقدر تدخل برضو تدوس علامة هنا يفتح لك اليوتيوب، ماشي، وتبدأ تتعلم اللي انت عايزه في البرنامج. طبعا في التنزيل برضو محتاج اقول ان انت التنزيل عندك، لو انت مثلا هتنزل ملف صوتي، تمام، فانت هتختار ايه، اللغة، تفسير، لو انا هختار التفسير، واختار مثلا اللغة العربية، واختار الكتاب، وابدأ اختار القرآن الكريم كله، او انا عايز جزء محدد، او عايز صورة محددة عايز انزلها، او الصفحة، ودوس كلمة تنزيل، وما تقفلش التطبيق، تنتظر لحد ما التنزيل يتم، يبقى هو كان نزل لك الملف الصوتي بتاعك. نفس الكلام لو انت هتنزل، لو انت هتنزل صوت شيخ معين، فانت مثلا هتنزل الملف الصوتي، اختار النص العثماني بتاعك، وبعد كده تبدأ تدوس على الصورة او الجزء او القرآن الكريم كاملا وتبدأ تنزله. البرنامج ده انا شفت الصراحة كويس جدا، تقدر لو انت قاعد في مثلا في اتوبيس تقدر تقرأ شوية من عليه، تمام، لو مش قادر تمسك تاخد مصحف معاك مثلا، لو مش معاك شنطة او كده، تقدر تسمع شيخ معين من عليه، ماشي، تحمل وتفضل، يعني هتحمل مثلا صوت الشيخ مشاري راشد وتفضل معاك الصوت بتاعه براحتك بقى، تسمع وقت ما انت عايز. وربنا يكرمنا بإذن الله كلنا ويحفظكم، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.